وربنا يكرمنا يا رب. ويكتب لنا صحبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويكتبنا وندخل الجنة في إيديه، وقبل الجنة في الدنيا هنا يمسك بإيدينا ويتدخلنا في حضرته. يا رسول الله إننا نذوب شوقا إليك ونحن نعلم أنك أنت الذي بدأتنا بالشوق، فيا رسول الله يا حبيبي ويا كريم ويا ودود يا حسن الخلق يا من علمك الله سبحانه وتعالى عظم الجود، تقبل منا حبنا وتقبل منا يا رسول الله أن نكون في صحبتك وأن يكون في يدك، فادخلنا حضرة مولانا. وأقول لك يا رسول الله سيدي يا روحي وحياتي، أنت فرحي وأمنياتي، أنت رحمة ونور لقلبي، والجمال بيزيد يوماتي، قلبي كله شوق إليك، نفسي عمري أشوف عينيك بتناديلي تعالى قرب يا حبيبي مشتاق إليك، كل يوم قلبي يطير للحبيب طاع البشير، ولما تلمع قبته للجمال أصبح أسير، وكل لما عليك أصلي أحس بإن حتى مني تسري مني لروضتك وتلمس الشباك بكلي، لولا حبك ما كنت أقول ما الجمال شرحه يطول، لما شفتك حسيت كأني شربت من كاس الوصول، أيوة حاسس إني شايفك، ما أنت قلت أنا عارفك، ضمني جوه في عبايتك واغمرني دايما بعطفك، يا حبيبي ويا هنايا يا طبيبي ويا دوايا، نفسي أعيش في صحبتك وهي دي أصل الحكاية.